هل تعلم أن هناك جسماً فضائياً يحدث فيه تبادل بين الزمان والمكان؟ كيف يعمل هذا؟ وما الذي يعنيه تبادل الزمان والمكان على وجه التحديد؟ حسناً، لنكتشف ذلك معاً. تخيل أنك على متن مركبة فضائية لا تتحرك إلا في مسار مستقيم يؤدي إلى مصير محتوم، ولا فكرة لديك عما يوجد أمامك، بل تأمل فقط ألا يكون سيئاً للغاية. في الوقت نفسه، كل شيء من حولك جنوني وعبارة عن فوضى عارمة، مجموعة فوضى من الأحداث التاريخية العديدة. ماذا ترى؟ البشر البدائيون والديناصورات؟ ميلاد الكون؟ المستقبل؟ من يدري؟ هكذا سيبدو الكون لو حدث تبادل بين الزمان والمكان. من الناحية النظرية، هذا ما ستراه إذا سقطت في ثقب أسود وتمكنت بشكل ما من النجاة. لكن كيف يمكن لشيء مماثل أن يحدث؟ أولاً، لنناقش مفهومي الزمان والمكان. تخيل أنك ترسم مصباحاً على قطعة من الورق، ثم تمسك ورقة أخرى وترسم عليها كيف يضاء المصباح. في الوقت الحالي يكون مجرد دائرة صغيرة من الضوء، وعلى ورقة أخرى تتسع دائرة الضوء وتصبح أكبر وأكبر حتى تتحول إلى دائرة ضخمة في النهاية. في حياتنا الواقعية يضاء المصباح في غمضة عين، هذا لأن سرعة الضوء هي أسرع شيء في الكون. لكن هنا في رسوماتنا سجلنا عملية انتشار الضوء لقطة بلقطة، ورأينا كيف ينمو الضوء من نقطة صغيرة إلى دائرة كبيرة بمرور الزمن. لكن إذا قمنا بتوصيل تلك الدوائر، ألا يذكرك هذا بشكل معين؟ على سبيل المثال مخروط؟ نعم تماما، هذا ما يطلق عليه المخروط الضوئي، والزمن هو المحور المركزي لهذا المخروط. لماذا؟ لأن الضوء يتحول من نقطة صغيرة إلى دوائر أكبر بمرور الوقت. لتتذكر ذلك، دعنا نرسم متجه الزمن، وهو سهم داخل المخروط ينتقل من الماضي إلى المستقبل. في الوقت نفسه تكون الدوائر هي الفضاء. في الفضاء يمكننا التحرك كما نشاء في أي اتجاه، يمكننا الانتقال إلى الأعلى أو الأسفل أو بنمط متعرج وما إلى ذلك. لكن بغض النظر عن التعرج الذي نرسمه على الخط الزمني، فنحن نتحرك دائما إلى الأمام، لا يمكننا العودة بالزمن ولا يمكننا إيقافه أيضا. يساعدنا هذا المعطى على تعريف الزمن والفضاء. الزمن هو الاتجاه الذي يتوجه فيه المخروط الضوئي، هذا هو الاتجاه الذي تتوجه إليه مساراتنا ويكمن فيه مستقبلنا المحتوم. أما الفضاء فهو كل الاتجاهات المتنوعة المتعامدة على الخط الزمني، هذا مخطط مباشر. إذا تمكنت من تطبيقه على الكون بالكامل، سيتدفق الزمن بنفس الطريقة في كل مكان. لكن إذا شاهدت بعض أفلام الخيال العلمي المعروفة، ستعرف أن هذا ليس هو الحال دائما. في الواقع قد يصبح الزمن جنونيا. على سبيل المثال، إذا كنت تقترب من ثقب أسود ما، سيشكل ساعتين بالنسبة لك سيعادل حوالي 20 ساعة لصديقك على الأرض. لكن لماذا؟ خذ نفسا عميقا. والآن، لأن الجاذبية ستدخل على الخط. قد تقول: أجل، أعرف الجاذبية، إنها ذلك الشيء الذي يساعدنا في الوقوف على الأرض. لكن الأمر أكثر تعقيدا مما تعتقد. الجاذبية هي إحدى القوى الطبيعية الأساسية في العالم، وقوتها لا تصدق. في الواقع إنها مثل الفتاة المتسلطة القادرة على تدمير الزمان والمكان. يمكنها التأثير حرفيا على سرعة الضوء كالسحر. كيف؟ حسناً، لنأخذ مثالاً أكبر من المصباح الكهربائي. على سبيل المثال، المستعر الأعظم. في مكان ما في الكون انفجر نجم للتو. كيف نعرف ذلك؟ حسناً، لا يوجد شيء في الكون، لا صوت ولا موجات راديو ولا شيء ينتقل أسرع من الصوت. لذا لن تعرف بميلاد المستعر الأعظم إلا برؤية الضوء، ولن يحدث ذلك إلا عندما ينمو المخروط الضوئي بما يكفي ليصل إلى كوكبنا. وبذلك ينمو المخروط الضوئي أكثر فأكثر. حتى الآن كل شيء على ما يرام، وأخيراً يصل إلى كوكبنا. لكن هناك مشكلة، كما ترى كوكبنا ضخم، بل ضخم جدا، ويمتاز بجاذبية قوية جدا. فما الذي سيحدث عندئذ؟ تغير الجاذبية اتجاه المخروط الضوئي وتبدأ بجذبه إلى مركز الأرض، كما أنها ستجذب أيضا متجه الزمن، وهذا يعني أنها تبطئ الزمن. وكلما كان المخروط الضوئي أقرب إلينا، انحنى السهم أكثر وأصبح الزمن أبطأ. ما الذي يعني ذلك؟ على سبيل المثال، ستكون ساعة على كاحلك متأخرة عن الساعة على معصمك، وسوف تشيخ رأسك أسرع من ساقيك، وسيشيخ رواد الفضاء المتواجدون في بعثات حول الأرض أبطأ من الناس عليها. وهذا ما يطلق عليه العلماء الجاذبية النسبية. صحيح، لكن ما علاقة هذا كله بموضوعنا؟ كيف نفهم منه ماذا سيحدث عند تبادل الزمان والمكان؟ لا عليك، كدنا نصل إلى الجواب. والآن تخيل جسما فضائيا بجاذبية هائلة ينحني بفعلها الزمان والمكان بشدة لدرجة توحي بتبادل لهما. هذا هو الثقب الأسود. يجتذب الثقب الأسود كل شيء تقريبا نحو مركزه، ولا يمكن للنجوم أو الكواكب أو حتى الضوء الهروب منه.
لنفترض أن مخروطنا الضوئية يقترب منه. أولاً كما جرت العادة يبدأ الوقت بالميلان نحو مركز الثقب الأسود بفعل الجاذبية، لكن الجاذبية قوية جداً، لذا يميل خط الزمن أكثر وأكثر ويصبح الوقت أبطأ وأبطأ كلما اقتربت من مركزه. في النهاية يعبر المخروط الضوئي حدود الثقب الأسود، وهو ما يعرف بأفق الحدث. في هذه المرحلة يتشوه خط الزمن ويتجه إلى الأسفل. يمكننا القول إن الزمن غير اتجاهه. قد تقول الآن الزمن يتجه للأسفل، أي ضرب من الجنون ولا منطق هذا؟ ربما سيكون من الأسهل أن أشرح لك بمثال واقعي. تخيل أنك رائد فضاء مجنون قرر القفز داخل ثقب أسود، بينما فضل زميلك مراقبتك من السفينة الفضائية لسبب ما. في البداية بالنسبة لك لا يتغير أي شيء، تنظر إلى ساعتك تلاحظ مرور 5 دقائق وكل شيء على ما يرام، لكن ماذا بالنسبة لزميلك؟ أولا سوف تسقط أمامه داخل الثقب الأسود لوقت طويل جدا، سيجلس المراقب لأكثر من 50 عاما وأنت ما زلت في سقوطك، وذلك بسبب تباطؤ الزمن لديك. ثانيا بسبب تشوه المكان أيضا بالقرب من الثقب الأسود، سيلاحظ المراقب كيف ستبدأ في التمدد مثل معكرونة الإسباجيتي، وهناك مصطلح علمي لهذه الظاهرة وهو التأثير المعكروني. وبعد ذلك تمر أخيرا عبر أفق الحدث، لم يعد زميلك قادرا على رؤيتك، إذ لا يمكن للضوء الهروب من الثقب الأسود، وبالتالي لن تصل صورتك إليه حتى إذا كنت لا تزال بالداخل. لكن ماذا عنك؟ ماذا لو نجوت بشكل ما؟ تذكر أن سهم زمني يتجه إلى مركز الثقب الأسود. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أن مركز الثقب الأسود الآن أصبح هو مستقبلك، وهو ليس مكانا بل قدرك الذي لا يمكنك تغييره، ولن يعد هناك وجود للمكان الذي جئت منه بالنسبة لك، وكذلك بقية الكون، فهو لم يعد مكانا الآن وإنما حدث من الماضي. وبسبب عدم قدرتك على العودة بالزمن إلى الوراء فلن تتمكن من العودة إلى زميلك قط. لكن ما الذي يوجد من حولك؟ فوضى عارمة، تنتقل أشعة الضوء الآن في جميع الاتجاهات، للأمام والخلف وفي كل اتجاه، وهي تصور أحداث الماضي والمستقبل والحاضر، جميعها تتحرك من حولك. في الواقع لم يحدث تبادل بين الزمان والمكان، لكن هناك شعور بحدوثه، ذلك لأنه في المكان لن يتاح لك الآن إلا الانتقال للأمام، كما لو أنك في خط مستقيم، بينما الزمن المنعكس في أشعة الضوء يحيط بك من كل جانب وفي جميع الاتجاهات الممكنة. وها نحن نعود إلى نقطة البداية، يساعدنا هذا المثال المرعب على تخيل إحساسنا في حال تبادل الزمان والمكان. بالتأكيد يظل كل ما سبق مجرد نظريات وتخمينات، فالقول بأننا نتحرك في اتجاه واحد لم نختر وبأن هناك فوضى زمنية عارمة تحيط بنا من كل جانب يبدو مخيفا للغاية، ومع ذلك فقد تكون تجربة مثيرة للاهتمام، لكنها تبدو خطرة بعض الشيء. لا شكرا، تفضل أولا.